الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن وعدناكم بأننا سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن ميراث بنت الإبن إذا كان معها فرع وارث أعلى منها، فإما أن يكون هذا الفرع ذكرا كأن تكون معنا بنت ابن وابن، فمباشرة إن بنت الإبن تسقط إذا كان معها فرع ذكر. أما إذا كان هذا الفرع أنثى، فإذا كنا جمعا يعني اثنتين فأكثر، فإنها أيضا تسقط، إلا إذا وجد معصب بنت الإبن وهو أخوها ابن الإبن أو ابن عمها الذي في درجتها، فإذا وجد هذا المعصب فإنها ترث تعصيبا، لأن البنات لا يأخذن أكثر من الثلثين. أما إذا كانت معها بنت واحدة، بنت ابن معها بنت واحدة، فالبنت تأخذ النصف ويبقى من نصيب البنات سدس لكي يكمل الثلثين، لأن نصف زائد سدس يساوي ثلثان، فنعطي البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. إذن إذا كان ذكر الفرع تسقط، وإذا كان أنثى إذا كنا جمعا سقطت، وإذا كان إلا بمعصب، وإذا كانت واحدة فإن بنت الابن تأخذ معها السدس. نضرب بعض الأمثلة. لدينا بنت ابن مع ابن، مباشرة هنا تسقط والباقي يأخذه ابن الميت. مثال آخر، أربع بنات مع بنت ابن، هنا البنات لا يوجد معصب لهن وهن جمع فيأخذن الثلثان، وبنت الابن تسقط لأنه لم يبقى شيء من نصيب البنات. مثال آخر، أربع بنات وبنت ابن وابن، هنا البنات يأخذن الثلثان، بنت الابن وجد من يعصبها وهذا يسمونه الابن المبارك، فيأخذ مع أخته لبنت الابن يأخذ معها الباقي، أو نقول عصبة بالغير، فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثى. هنا بنت مع بنت ابن، هنا البنت واحدة ولا يوجد معصب فتأخذ نصف، وبنت ابن هنا يبقى للنصيب البنات السدس تأخذه استكمالا للثلثين. أيضا لدي حالة مماثلة، وهي إذا وجدت الأخوات لأب مع الإخوة الأشقاء، فإذا كان الإخوة الأشقاء إذا كان ذكر أو ذكور تسقط الأخت لأب، وإذا كان أنثى فإن كنا جمعا وارثات للثلثين، أخوات الشقائق وارثات للثلثين، تسقط هذه الأخت لأب، إلا إذا وجد المعصب وهو معصبها الأخ لأب فإنها تأخذ تعصيبا معه ويسمى الأخ المبارك. أما إذا كان معي أخت شقيقة واحدة ومعها أخت لأب واحدة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس استكمالا للثلثين، وهو نصيب البنات. فهي نفس حالة البنت لابن مع الفرع الوارث. نأخذ بعض الأمثلة، عندي أخت شقيقة مع أخت لأب، مع أخت أخ شقيق مع أخت لأب، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب فيسقطها وهو يأخذ الباقي. مثال آخر، أربع أخوات شقائق وأخت لأب، أربع أخوات لا يوجد معصب لهن الشقائق وهن جمع ولا يوجد فرع ولا أصل، تستحق يأخذنا الثلثان. طيب الأخت لأب تسقط لعدم لوجود الأخت الأخوات الشقائق استكمالهن الثلثين. مثال آخر، أربع أخوات شقائق مع أخت لأب وأخ لأب، هنا يأخذنا الثلثان الأخوات الشقائق. أما الأخت لأب وجد من يتبارك بها وهو الأخ لأب فيعصبها تعصيبا بالغير. مثال آخر، أخت شقيقة مع أخت لأب واحد، من الأخت الشقيقة واحدة
لا يوجد فرع ولا يوجد أصل ولا يوجد معصب، تأخذ النصف، بينما الأخت لأب تأخذ السدس استكمالا للثلث. الآن لدي حالة تختلف، إذا وجد عندي أخت شقيقة أو أخت لأب معها فرع وارث، أخت شقيقة أو أخت لأب معها فرع وارث سواء بنت أو ابن أو غيره، إذا كان هذا الفرع ذكر يسقطها مباشرة، هو الابن أو ابن الابن والنسل. طيب إذا كان هذا الفرع أنثى فإنها تكون معه عصبة مع الغير، وتنزل منزلة أخوها فترث ما يرث، تحجب ما يحجب أخوها. نسوق بعض الأمثلة، أخت شقيقة وابن، الأخت الشقيقة هنا تأخذ تسقط والابن يأخذ الباقي لأنها اسقطها. أيضا أربع بنات ابن مع أخت شقيقة، أربع بنات ابن يأخذن الثلثان والأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير تأخذ الباقي. أيضا بنت واحدة مع أخت شقيقة، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع الغير، يسمونها عصبة مع الغير، وتنزل منزلة أخوها، تحجب ما يحجب أخوها. نضرب مثال، أربع بنات هنا يأخذن الثلثان. طيب عندي أخت شقيقة وعندي عم، من العصبة؟ نقول عصبة الأخوة أقرب، أو درجة الأخوة أقرب من العمومة، فتسقط هنا العم لأنها نزلت منزلة أخاها، فكأنها أخ شقيق فهي التي تأخذ الباقي، وأما العم يحجب. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله وسلم على